قربوا لنا الحمام قمزني على بالي هو يجي بيجي بيت ولك حناطة سلم لي خير مو مثل صباح اخوان صباح مو خير شنو صار هيثم شباب كوكتيل حناطه علق طار وراح انا طلع ذول اشمسهم البلابل هو ما ادري قبل اجى منه على طار حط على هالشيفوه ولك تعال بالغيره ماكو النوب صعد قبل علق للسما وهيك راح لي ورا افتريت على المنطقه رديت وبالغيره ما نوب هوا عالي حتى لو يقدر يجي ما يجي صيحت ما بعد ما قاطع الامل اظل ادور بس ما اعتقد صعب اللي كذا ما يطيح اخوان انا اعرف الناس هاي اغلبها اللي الطير ما يطيح ياخذه يغلسه اصلا فوف صعد فوق السطح شباب والله ايش اسوي يعني هو الا يطيح يد ابن حلال يلا تجيب لي ما اعتقد يجيبونه هاي الناس اغلبها ايش اسوي اخوان انا ما مطلع طير لو مطلع جاي يجيني بس انا ما مطلع طلع وراح راح اخليكم فيديوهات امس شلون اصور بيه وهاي اشمر على الشجره بس اريد اروح ما يروح سوي روحك شلون خايف تشوف فوق حلقك خرب وجهك تعال 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 هنا طش بيك ايش بيك ناطي تعال تعال بوسه 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 يلا روح لي. سب الله هذا جيد عفية يلا هاي شباب هاي اللقطات نشرتها على مود يشوفون الناس اللي بالتعليقات يقولون ليش طلع برا وليش ما اعرف يعني اخوان الطيارة انا معودة اطلع برا وعلى شد فيه وين ما اروح بيه ولا يطير وذا طار بعيد يعني مو بعيد مسافة ويجيني وخليه على الشجرة ويرجع لي مسافات بس على صوتي يجي شباب بس هو الطير جنحه ضعيف بعده فرخ ما متعود جنحه مو قوي على ضد الهواء واللي متابعين وياي بالهدد الخارجي بالهواء ما يقدر يرجع الطير فبيومها عنده طاقه مكبوته شايفين اخوان الطيور ذا يجي يطير سريع وهاي هيك طاقه مكبوته عنده من القفص بس تهده يطير سريع جاي شوفه دائما يسويها بالبيت بيومها سواها برا وما قدر يرجع شباب طار وراح يعني انا ما خليت شيء ما نشرته وانطيت مكافاه فوق فلوسه خاصه حتى اللي يلقاه هسه ويشوف الفيديو هذا فوق فلوسه اللي بالسوق شباب فاحنا اليوم متعلقين بيه وجهال متعلقين بيه ف اللي جاي يشوف المنشورات وما يجيبه غير مبرد ذمه والله يطلعها بشك وشي عزيز عندك بقوة الله ما اقدر اقول غير هذا الكلام هاي منتظر نابل كده تسمع له صوت اود اصيح عليه وشوف انه وروح له يعني انسطرت بالشمس وماكو طير شباب يعني ما تقبل غلط لو ياخذ بزون تاكله لو ياكله كلب لو يموت على هالحر ما يتحمل ما متعود الطير ولا جناحه قوي حتى يقدر يطير قربوا لنا الحمام قمزني على بالي هو يجي بيجي بيت ولك حناطه سلم لي وبعدني برا شباب يعني هو انا افتريت المنطقه هاي مرتين فريتها منطقتنا كلها بس هو اذا عابر على جهه الاصولي هذيك هاي شوفوا جهه الاصولي اذا عابر هناك يعني راح بعيد سلم لي لان اصلا الناس هذيك ما تعرفني هنا انا اشتغل بهن وربيهن وهنا ف قول الله كريم راح انزل وانشر على حساباتي الخاصة عسى ولعله يطيح له بيد واحد بالناس خير اخ شوي نغير جو من حناطة ولا ما جاي نقدر نغير على العموم شباب بالنسبة للبلاول هاي الخلطة جاي ياكلونها شفتهم الساعة ياكلون خاصة هذا بذيل المقبول والماي جاي يشربون وانا جاي اعطيهم سيريلاك وقباب يخابصهم خبص وبالنسبة للتصفير بعد ما اصفر على كلامكم جاي اشتغل جاي سمع بيهم هذا طور الزاميل اللي ما يشرحوا لي ساعة طلع لهم واحد اسمه مرعب واحد ما ادري شنو المهم جاي طلع لهم انا ما طلع لهم بس صار في التصوير هاي سمعتها عندهم وغيرت جت المحمية شباب ويعني غريبة شيء غريب اول مرة القى هاي مخلصة يعني انا البارحة ارسل الغروب شلون خلصت ما ادري هاي غريبة كل شيء ما صار عندي ما اعرف المهم هسه غير لهم ماي ونعطيهم ترتيبات وتعالوا نجهز البديل مال حناطة انا بصراحة حتى اكون وياكم واضح ضايج على حناطه والله كذب عليكم ذاك ما ضايج 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 يعني بس اخوان ايش بدي ايش اريد اسوي شنو اقدر اسوي خلاص معرض لكل شيء انا مهيئ نفسي لهذا الموضوع نجهز البديل يا ولد جهز البديل هيكل
لك خلق الزق بعد 4 شهور 3 شهور هي تزق وهاي وتربي وتسمع صوت وتطلع طيران وهاي سوالف. والله شباب اللي خلق ما تذب عليكم هي المتعة الزق، بس اللي يجربها يعرف بيها وهي مغامرة. وما دام جاي اصور محتوى لكم وانتم تسهلون التعب، فتعالوا خلينا نشوف البديل. هذا البديل بسم الله ما شاء الله مثل ما جاي تشاهدون شباب، حلقته قبل يومين تقريبا، يعني افضل من حناطه. كان ما بي حلقه حناطه، بس شلون يخبرون علي ما يعرفني. على العموم شباب هي ارزاق وقسمه وكل من لله قاسم له ياخذه. راح نشتغل عليه مثل ما اشتغلنا على حناطه وبعد افضلهم، والسيريلاك موجود جاي نسوي من البيت، وهسه هذا حتى عودة على القبابي. طبعا كان هنا 4 شباب، 4 ابيضات، 4 بس واحدة ما فقست كبست. انا كنت مقرر ابيع 2 منهم، واحدة نطي ولا صديق عزيز عندي مثل وجوهكم الطيبة، وواحدة اسوي مثل حناطة اليف. فاحمد الله وشكرا ما تنذني شو الولد ما له نصيب، قررت انطي من الشكريات وهم ما تن شكريات كلين، فما له نصيب الولد. هذا بقى لكم للقناة، راح ارتبه ان شاء الله بقوة الله واشتغل عليه وياكم. فانطونا اسم اللي اختاروا له اسم، بس اريد اسم حلو شباب. بالنسبه لهذولي الجولدنات النسية ما استقرت هنا اخوان ابد كلش، وانا افضل واعتقد نطلعهم هناك حتى يلوحون الشمس وهاي افضل يعني. ها شنو رايكم؟ اكيد رايكم موافقين شباب، خاصه بالنسبه للشمس. انا هذه سالفه الشمس ما كانت ببالي شلع، الطيور تحتاج الشمس ضروري، خاصة هذا بروح العزيز الجولدن نو ازرق ومخليه هنا حاجز. ايش فيك هيثم؟ شو تحس؟ تعالي. بسم الله صلوات على محمد وعلى محمد. مثل ما جاي تشوفون اخوان، وهاي هم يعني تمييز بين نثي والفحل. شوف اخوان ذن الخطوط نهاية يعني بين الفاصل بين الالوان، بالفحل هذا اللي على اليسرى ابو عشون طوخ يصير، والنثي الخط مو واضح طافي طافي. شوفوا هذا اللي جاي اقصد لكم اياه، يعني والالوان واضحه كل شيء، شوفوا فرق بين الالوان. فحل فحل يصير الوان اطرف. على العموم انطلقوا. الو اسمع. زين الطياره حلو الفحل. يلا خلصنا، يبقى ذني الخضره والفحل هذا الجديد المخلف مالنا اجيبه ان شاء الله بالليل عبرهن ويا الكوكتيلات، خاف يصير بيناتهم تزاوج. تعالوا اشوفكم. هلا وهلا، بدون ما ندري كسرت البيض مالهم وراجعين مرتبين الوضع. يابا شوي برخصتك شنو صارت الحين كلش شايفين الوضع. صلوات على محمد وال محمد. شوفوا شباب هذا احمر على الاغلب يعني احمر، وهذا على اهله اسود. يعني بسم الله ما شاء الله ماكينه مال انتاج. ايش كم مره قلت لكم تعالوا عمي للبيع للبيع، ما وهذول قاضيها الفحل بس يصيح على النثي وما لابسته. فبعد ما ادري والله، بس انا بيحن اخوان هذا النفطي ابيعه هو فخ، بس خلي شويه ذني يشدن. كل الضيم مال الكناري غلط، بس طلعتهم غضب غضب. هاي الشجره دمروها لي قطعوها تقطيع. هذول الاشرار، هاي وهاي الفحل والنثيه لازم اعزلهم ويا الكوكتيل. يا شباب صبحكم الله بالخير، اليوم الثاني على يا يابا الله يحطكم بوش موقف. الوضعية ما تفيد ابد شباب، خلنا اسد لها اكمل وياكم وظلت شنو. هذولي جاي شمس بيهم حاليا، تقريبا وصلنا لمرحلة القلي. خليهم بعد خليهم افضل لهم. بسم الله ما شاء الله، هاي طيور اخوان الامور طيبة الحمد لله شكرا. هسه شنو ابدل لهم ماي كالعادة، ويا ولد والله العظيم ماكو واهس ابد، يعني الواهس يقرا صفر بالله الكريم. مالي خلق اصور على حناطة، يعني يا اخي مشكله طير الاليف خاصه وجوده بالبيت، وانا طير اظل ياكل ويانا، يعني كل وقت تخلي وجبه نبتها ينزل ياكل ويانا، جاي ياكل ابو على الطير ابو على المكان فد مقهور. يا اخي ليش ماكو امان عند هاي العالم؟ بس انا نشرت بكل الجروبات، نشرت بالمنطقه، راسلت العالم، خليت عندهم الفيديوهات ومكتوب عليها رقمي، ما حد جاي يجيب طاري الا ما ادري خذوه فنقوم خذوه كلوه الله ما ادري يا اخي، يعني ما حلال مو لك قضيته يا اخي، وناس تدور عليه. شفت الناس نزل العالم يا اخي والله الكلام ما ادري ايش احكي. خبص يلا يلا شكرا. شو اسوي؟ وانا جاي اصور وياكم راح انقذ هذا خطيه مكبس عليه البيض يا مولاه كشاميت.
تمت العملية بنجاح. طيب صاير بي لو بس انت من عنده تبرى اصبعه بس انت البيضة من يمه يصابج على ابرة. يا شباب اليوم ضفت على الماي خل خلول اخلال مخاليل مخلخلة. خلونا نطمن على البديل مرة اخرى. بسم الله وجود له. ولك وينك ولك ولك صارت روحنا يمك انت. بسم الله الحمد لله. بس طلع ظل الجو ايش فيك. اسفين اسفين اسفين. يلا حلقة تمام موجودة. ارجع ارجع ارتاح رجعت. اسفين كلش اسفين. زقوا شباب زقوا لحد ما يدبس دريش ويبدي يطلع ونسحب ان شاء الله. حابتها مسكتها وش قد كره وش قد كرهتكم كرب ما ذكركم ايش بيكم هسه يمكم هذاكم شو تسوي الكمال شو تسوي لكم يا اخي ايش بيكم حقيرين عرب اني بدون وداع. قل لي قل لي قل لي لماذا قل لي لماذا اخترتني واخذتني بيديك من بين الانام ومشيت بي ومشيت ثم تركتني. ان كنت يا ملح المدامع تركتني فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام حتى